ومن أهل العلم كقطب الأئمة رحمه الله من ألحق بذلك كذلك التحدث عن الطاعة لا على قصد الرياء والسمعة. قال: التحدث بالطاعة بقصد الترغيب فيها من الطاعة. التحدث بالطاعة بقصد الترغيب فيها من الطاعة ما لم يقصد رياء أو سمعة. هذا حاصل. يقول الشيخ محمد بن مسعود البوسعيد رحمة الله عليه، يسأل أحد العلماء يقول له: عندك بيان الشرع؟ بيان الشرع كتاب ألفه الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي من علمائنا في القرن الخامس الهجري، من علماء نزوة. هذا الكتاب 73 جزء. فيقول الشيخ محمد بن مسعود يقول له: عندك كتاب بيان الشرع؟ قال: نعم. قال: قرأته؟ قال: قرأت بعضه. قال: أما أنا فقد قرأت الكتاب هذا في 73 جزءا، قرأت كل جزء 73 مرة. الكتاب 73 جزء، كل جزء قرأته 73 مرة.